بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، تخلد الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل فاتح ماي 2020 عيد الشغل، العيد العالمي للعمال في ظرفية استثنائية بكل المقاييس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي اجتاحت العالم بما في ذلك الدول التي كانت تعتقد أنها مهيئة لكل الاحتمالات والكوارث. أخواتي إخواني، لقد جرت العادة منذ عشرات السنين أن يخلد الاتحاد المغربي للشغل هذه التظاهرة في جو من الحماسة، وأن يجوب آلاف العمال والعاملات من كل القطاعات المهنية شوارع كل المدن المغربية، وهي تقاليد ضاربة في عمق التاريخ النضالي العمالي، تصطح فيها حناجر العمال مطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية. وعلى غير المعتاد تحتفي الطبقة العاملة المغربية بعيد العمال هذه السنة على وقع تفشي وباء كورونا الذي أجبر الأجراء وعموم المواطنين والمواطنات على الخضوع للحجر الصحي. ورغم كل هذه الظروف العصيبة والقاهرة، ارتأت منظمتنا تخليد هذه المناسبة العزيزة على الطبقة العاملة ذكرى فاتح ماي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لما تطلبه هذه اللحظة التاريخية من عزيمة وثبات ومسؤولية. أخواتي إخواني، إن التجربة التاريخية للاتحاد المغربي للشغل جعلت منه مدرسة لتغليب مصلحة الوطن وتعزيز وحدة الصف الوطني لرفع كل التحديات، وهي الفلسفة والروح التي تتحكم في انخراط الطبقة العاملة المغربية بكل جدية وتفان ونكران الذات في هذا الظرف العصيب. وإذ يقف الاتحاد المغربي للشغل وقفة ترحم على أرواح ضحايا هذه الجائحة ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، فإنه يسجل السياسة الاستباقية التي انتهجتها بلادنا لمجابهة هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما يقف الاتحاد المغربي للشغل تحية إجلال وتقدير لكل الأطقم الصحية المتفانية في حماية الصحة وسلامة المواطنين في القطاع العام وكذلك في القطاع شبه العمومي المتواجدين في خط التماس مع الوباء، مسترخصين حياتهم لإنقاذ حياة الآخرين. كما يحيي الاتحاد عاليا كل المرابطين في الخطوط الأمامية من أفراد السلطات والقوات العمومية بكل أصنافها، وتحية تقدير لكل الأجراء عمال وعاملات، موظفين وموظفات، أطر ومستخدمين في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية على تأمين الخدمات الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات وتزويد السوق الداخلية بالمنتجات المعيشية الضرورية في ظل هذا الحجر الصحي. كما يحيي الاتحاد كل فئات العاملة عن بعد في مجموعة من القطاعات المهنية في القطاعين الخاص والعام للتخفيف من آثار الأزمة. أخواتي إخواني، إن تطورات الأزمة الوبائية الحالية وأثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تؤكد مرة أخرى مصداقية التحليل وجدية المواقف التي طالما عبر عنها الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات الدولية باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية. واليوم أضحى لزاما على الحكومة مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية
واعتبار قطاعي الصحة والتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية. القيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي، الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإخراج عامة المواطنين من الفقر، وتحقيق المساواة والكرامة والتوزيع العادل للخيرات والثروات، الحد من الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام للحريات النقابية والمفاوضات الجماعية. إن أن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في ضمان واحترام قوانين الشغل وتطبيق واحترام معايير العمل الدولية، تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية وفي مقدمتها التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل كافة فئات الشعب المغربي، إعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وعلى أقسام الاتحاد المغربي للشغل في صياغة التشريعات الاجتماعية ووضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي تدبير الأزمات حفاظا على مصداقية ونجاعة استراتيجيات المتخذة. كما لا يسعنا أخواتي إخواني في هذه المناسبة العمالية إلا أن نتوجه إلى أرباب العمل للالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتصريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات. ونؤكد بالمناسبة على تضامن الاتحاد المغربي للشغل مع العمال والعاملات ضحايا الطرد التعسفي لأسباب نقابية ونزاعات الشغل الجماعية، وكل الموقوفين عن عملهم بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للوحدات الإنتاجية والخدماتية جراء هذا الوباء. كما نعاهدهم بأن الاتحاد المغربي للشغل سيبقى بجانبهم مدافعا عنهم حتى استرجاع حقوقهم. أخواتي إخواني، إن الاتحاد المغربي للشغل باعتباره حركة نقابية عمالية بقدر ما يهتم بمتابعة تطورات وآثار هذا الوباء، بقدر ما يهتم بمرحلة ما وراء هذه الجائحة للنهوض بالاقتصاد الوطني واسترجاع المأجورين لمناصب عملهم. ويطالب الحكومة في هذا الشأن بإشراك الحركة النقابية في كل الهيئات والقرارات التي تهم الاقتصاد الوطني وعالم الشغل كممثل للقوى العاملة في البلاد. كما يدعو الاتحاد السلطات العمومية لتشديد المراقبة والتدخل الناجع والاستباقي لاتخاذ إجراءات ضرورية لحماية صحة وسلامة المأجورين. كما يجدد الاتحاد دعوته للممثلين النقابيين وأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل لبذل المزيد من الجهد انطلاقا من المهام المنوطة بهم في هذا الشأن. أخواتي إخواني، بهذه المناسبة العمالية الغالية يؤكد الاتحاد المغربي للشغل تضامنه اللامشروط مع كل الشعوب القابعة تحت الحصار وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الأبي الذي زادته هذه الأزمة الصحية معاناة إلى جانب معاناته مع الاحتلال الصهيوني الغاشم، ويؤكد رفض الاتحاد لاستهداف القضية الفلسطينية وكل محاولات الرامية لتصفيتها. كما يؤكد الاتحاد المغربي للشغل انخراطه من موقعه داخل الحركة النقابية الدولية في كل المبادرات النقابية للخروج من هذه الأزمة الوبائية، وكل المبادرات التي تتخذها الحركة النقابية على المستوى الدولي لدى المؤسسات المالية لإعادة بناء اقتصاديات البلدان، وذلك ما بعد الجائحة. وفي الأخير، يهيب الاتحاد المغربي للشغل بكل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية
إلى المزيد من التحلي باليقظة والتعبئة الشاملة من أجل الحرص على صيانة حقوق ومكتسبات مختلف المأجورين، وكذا المساهمة الفعالة في تدبير تطبيق التدابير والإجراءات الاحتياطية لمحاصرة هذا الوباء الخطير، حتى تزداد بلادنا هذه الظرفية العصيبة في أقرب الأوقات وبأقل الخسائر بإذن الله. عاش التضامن العمالي وتضامن كل فئات الشعب المغربي. عاش الاتحاد المغربي للشغل. عاش المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله.